كان مجرد فرض، لاننا علاش مجرد فرض من جميع الجوانب هما واصلنا بعض الصعوبات، ما كناش شي طريق ما فيهاش الشوائب، كاينين بعض الشوائب اللي الحمد لله تخطيناهم في الله سبحانه وتعالى والوالدين والاساتذه ديالنا اللي صاروا علينا، منهم الاستاذ عدنان اللي من 18 مغور هذا اللي كتشوفوا فيه، ومنهم الاساتذه ديالنا في القطاع الحكومي اللي ترجع عليهم الفضل انهم هيئوا معنا لجميع الدروس وجميع المواد. وكنبغيو نشكروا الاستاذ عدنان والاساتذه ديالنا، وكنبغيو نمشيو واحد الرساله للمدارس الحكوميه، لاننا دابا راه حنا في مدرسنا فيهم من 13 عام، كاينين بعض الاشياء في المدارس الحكوميه اللي خاصهم ينهضوا بهم، بحال المواكبه مع الانشطه الموازيه. فاش كنكونوا كنتمدرسوا تربويه ولا كنكونوا تنقراو، خاص لابد يكون واحد الانشطه موازيه، بحال راه ماشي اول ايفينمون درناه بحال هكا. المهم راه ماشي خاصو يركزي على الجانب تمدرس، لا، خاص التلميذ يطلع عليه على الجانب النفسي، بانه يكون مرتاح، شكون تيقرا يكون مرتاح. وهذا الحمد لله راه التلاميذ تاع الاستاذ عدنان قليل اللي رجعوا راطرابات، وتتمناو لهم هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.